رجل الأعمال المخلص للوطن والغيور على أبنائه. لا شك أن العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي تتعدى إطار الأخوة العربية وتتخطاها إلى المصالح المشتركة الاقتصادية والسياسية، ولذلك فإن هذه المصالح تحتاج إلى رجال أعمال مدركين لمصالح بلادهم وعمقها العربي الاستراتيجي. وفي طليعة هؤلاء يأتي السيد فادي قصوف بما يملك من رصيد من العلاقات والخبرة في الميدان الاقتصادي، وضفها لصالح بلادي على أحسن ما يكون. ولا يخفى ما تركته الأزمة الأخيرة على مستوى التصدير بين لبنان والسعودية من أثر سلبي على الاقتصاد اللبناني، حتم ضرورة معالجتها بأسرع وقت ممكن. فكان للسيد القصوف دور كبير على هذا الصعيد. فبالنسبة لعمليات التهريب، يشرح القصوف خلفيات الزلزال الذي تعرضت له العلاقات التجارية اللبنانية السعودية من جراء ضبط كمية من حبوب الكبتاجون كانت معدة للتهريب إلى السعودية، فقد أوقفت السلطات السعودية على أثر استيراد المزروعات من لبنان على اختلافها. ويكشف القاصوف عن رغبة لدى بعض المافيات لجعل لبنان مركزا لتصدير المخدرات، وربما الاتجار بالبشر إلى الكثير من دول العالم، محييا جهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية في كشف الشبكات الخاصة بهذه التجارات الممنوعة بما تتيح لها إمكاناتها وضبطها والعمل على إيقافها. وهنا يكشف القاصوف عن نية مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية للتعاون مع وزارة الداخلية اللبنانية لتركيب أجهزة سكائر في المنافذ الحدودية اللبنانية لضبط التفلت، وذلك بعدما تم ضبط الحدود البرية والجوية بشكل لافت. ويشدد القاصوف على أنه في حال استعيد النشاط التجاري بين لبنان والمملكة، فمن شأن ذلك أن يكون رئة تعيد الحياة إلى شرايين الاقتصاد اللبناني المنهك. إلى ذلك فإن إحجام السائح السعودي عن المجيء إلى لبنان وتفتيشه عن وجهة سياحية أخرى لا سيما دبي والمنامة وعمان عدا عن الدول الأوروبية أرخى بظلاله على الواقع السياحي اللبناني الذي يشهد انكماشا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. أما بالنسبة لخطوات المعالجة، كان أول ما قام به الأمين العام لمجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية فادي القاصوف لمعالجة ذيول أزمة التصدير أن ترأس وفداً ضم عضوي الهيئة الإدارية محمود إبراهيم وحسن حطيط برفقة رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية الخليجية اللبنانية إليرز. وقد التقى الوفد عدداً من المدراء العامين وأصحاب شركات في السعودية. أما في لبنان فقد التقى الوفد بعض القيادات السياسية والعسكرية والاقتصادية الدبلوماسية والأمنية، وذلك لشرح الموقف اللبناني وإبعاد الاقتصاد عن التجاذبات السياسية. كما شارك القصوف مؤخراً في احتفالية لتعزيز العلاقات السعودية اللبنانية في بكركة دعا إليها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة إطلاق كتاب للأباتي أنطوان دو حول علاقة المملكة بالبطريركية المارونية وحول اللقاء مع سيد الصرح بالذات. يؤكد القصوف أنه كان لقاء مفعما بالمحبة والتفاؤل، حيث وعدنا بالمساعدة والمؤازرة واتفقنا على متابعة التواصل لما فيه خير اللبنانيين جميعا والعمل على إعادة لبنان إلى الحاضنة العربية. كما هدفت الزيارات إلى إعادة الحياة إلى علاقات تاريخية متجذرة أخوية بين شعبي المملكة ولبنان، والعمل على استعادة التبادل التجاري وفتح قنوات التصدير والقضاء على آفة هي الأسوأ في حياة الإنسان.
ويشدد فادي القاصوف على أن الرهان يبقى على الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية لضبط الحدود وخلق الثقة مع الخارج. هذه المؤسسات التي أثبتت جدارتها وبعدها عن الحرطقات السياسية التي لا طائل منها. رجل الأعمال مخلص ومتفان في خدمة الوطن وأبنائه، يحسن لما آل إليه اقتصاد بلاد الأرز من ظروف مأساوية، وهو مستعد لوضع إمكاناته وطاقاته كافة لخدمة أبناء وطنه الذي أحب. فادي القاصوف مثال رجل الأعمال العصامي الصادق واللبناني النبيل، حامل القيم الأصيلة من لبنان إلى العالم.